يا اهلا بيكم مره تانية. حضراتكم بتتابعوا دلوقتي تاني فقراتنا الحواريه، يعني الجزء الاخير من حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. الفقره دي هنستضيف من خلالها اثنين من اللاعبين المميزين جدا في دنيا وعالم كره السله، نشأوا وترعرعوا داخل جدران النادي الاهلي وحققوا معاه العديد من البطولات والانجازات. كانوا في البدايه في فريق الناشئين وتم تصعيدهم مؤخرا الى الفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. منورينا النهارده كابتن بودي حسام وكابتن مازن ابو الفتوح. صباح الفل عليكم واهلا بيكم. نبتدي مع كابتن مازن بحكم ان هو كابتن، ايه رايك في الفكره؟ طبعا ماشي كابتن، برضه ليه وضعه وضعه في اي قاعده يقعد. كابتن مازن منورنا، اهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ تمام. انا عايز اعرف من حضرتك في البدايه، واكيد برضه هنعرف نفس الكلام من بودي، قصتك مع النادي الاهلي وقصتك مع كره السله، وبطبيعه الحال في حالتك بتهيالي كان سهل الواحد يستنتج ان انت هتطلع بطل في الباسكت. يعني ما شاء الله المواصفات والطول. والله انا بدات، كان بابايا الاول كان بيلعب من زمان، يعني هو كان برضو كابتن فريق نادي الاهلي، وبعد كده انا يعني كبرت لقيت نفسي في الملعب. هو كان بيبقى فيه تمارين وكده من وانا صغير يعني في النادي. بدات من الاول طبعا، الاول الميكرو في النادي الاهلي، وبعد كده بقى مع المراحل السنيه سنه ورا سنه ورا سنه لغايه بقى ما يعني بحكم يعني ان انا اقدم واحد فرقه فبقيت الكابتن. بس كان الموضوع كان ممكن يكون سهل شويه ان انا ابقى في النادي الاهلي، ان انا كبرت فيه يعني، لان ما فجاه وانا صغير عندي 4 سنين بجري بالكوره في الملعب. التمرينات بدات، فاللي هو يعني بدا المراحل السنيه ان انا اجي الدور ان انا اخش فرق، فدخلت فرق. وكان في طبعا عامل كبير جدا من النادي ان هو بيختار برضو اولاد النادي، لان بابايا كان بيلعب، فانا فبديهي جدا انا موجود وعايزين يشوفوا مازن اما يكبر هيبقى عامل ازاي وكده. بس يعني انت اللي اخترت الرياضه دي بالتحديد ولا هي اللي اختارتك؟ والله هي اللي اختارتني، يعني هو انا كبرت لقيت نفسي في ملعب الباسكت، فيعني هي اكيد هي اللي اختارتني يعني. اوكي، طب وفي حاله كابتن بودي بقى ايه بدايتك مع الباسكت ومع النادي الاهلي؟ هو انا دلوقتي كان يعني كان كابتن عصام رحيل، هو بصراحه ليه فضل كبير جدا، هو علمني باسكت يعني صراحه. طبعا غير اهلي كان دايما في ظهري وكده، واول حد اكتشفني النادي الاهلي كابتن حنف هيكل طبعا، ربنا يديه الصحه طبعا. بعدين بقى يعني في مدربين كتير جدا ما شاء الله، هم كلهم واقفين جنبي بلا استثناء، مش عايز انسى حد يعني. بس طبعا كابتن احمد الجارحي طبعا، كابتن مولي الجارحي، كابتن مصطفى، كابتن اسلام علي دلوقتي، كابتن ياسر الفتوح طبعا، حاليا كابتن طارق خيري وكابتن اشرف توفيق من احسن مدربين في مصر. فيعني دول غالبا اكتر ناس واقفه جنبي طول حياتي من اول ما دخلت النادي الاهلي لحد دلوقتي. فيعني بالنسبه لي بقيتي اكتر من 14 سنه بلعب في الاهلي في الباسكت عامه يعني. فبالنسبه لي حاجه مهمه جدا يعني، هي حياتي كلها. في خلال ال 14 سنه دول كان في لحظه اكيد بالنسبه لك كانت مهمه، لحظه التصعيد طبعا من الناشئين للفريق الاول وبعدين الفريق الاول للنادي الاهلي. يعني هنتكلم على برضه فريق متسيد اللعبه وحاصل على العديد من البطولات فيها، فاللحظه دي عدت عليك ازاي؟ هو طبعا انا دي الحمد لله رابع السنه ليا تصعيد مع الدرجه الاولى. اي حد حلمه انه يخش النادي الاهلي اللي هو طبعا الدرجه الاولى، عشان طبعا بيقابل اسماء كبيره جدا فوق طبعا، زي كابتن مودي الجارحي وكابتن طارق غنام وكابتن مصطفى الشافعي، ناس كتير جدا مش عايز حد يعني، اساطير في الاهلي فوق. فيعني واحد حلمه ان هو بس يتمرن او يشوفهم حتى في التمرين. فاول حد طبعا كان متصعيد كان كابتن احمد الجارحي وكابتن طارق خيري وكابتن اسلام علي وكابتن شريف علي، اول ناس كلمتني في التصعيد. طبعا بالنسبه لي كان اكنه حلم بيقرب جدا انك تلعب بعد ما انت كنت طفل صغير في النادي الاهلي يعني، دلوقتي بتصعد مع الدرجه الاولى، طبعا كان حلم كبير جدا. والحمد لله حاليا رابع سنه، طبعا احساس طبعا اكيد ما توصفش يعني، احسن احساس بالنسبه لي اكيد طبعا. فكره ان انت تكون كابتن فريق النادي الاهلي بفانيله النادي الاهلي، بروح فانيله النادي الاهلي، يعني اكيد برضه بيبقى لها مسؤوليه، لان احنا بنتكلم على نادي لا يرضى باقل من البطوله. دي اكيد بيبقى لها انعكاس، بيبقى فيها مسؤوليه كبيره، بيبقى فيها تخوف احيانا، بالذات لما تكونوا داخلين مباريات مصيريه او بيتحدد من خلالها مثلا، بيتحسم من خلالها دوري او كاس الى اخره. فبتتعامل مع الضغوط دي ازاي يا كابتن مازن؟ والله انا بحاول يعني اكون طبعا هادي جدا، لان انا طبعا يعني طريقتي وشكلي طبعا الفرقه كلها بتبص الكابتن الفرقه ما دام هادي احنا خلاص مطمنين. بحاول على قد ما اقدر اشد اللعيبه، لا الماتش ده ايا كان احنا نادي الاهلي يعني، الماتش بتاعنا من اول دقيقه بنخلص من الاول، عشان خاطر يعني دي حاجه احنا متعودين عليها من واحنا صغيرين، حتى الجيل بتاعنا متعود خلاص، احنا مفيش فرقه في مصر بتقف قدامنا. بس فبحاول ادي انطباع للفرقه لا احنا مركزين وما لناش دعوه الماتش بنلاعب مين، احنا نادي الاهلي اجمد من اي حد، فخلاص احنا بحاول اوصل لهم فكره ان لا احنا هاديين، ما نبقاش مش
بصين احنا بنلعب في نهائي فاينل جمهوريه فاينل القاهره ايا كان، احنا خلاص نازلين الماتش بتاعنا. بس الموضوع طبعا بيبقى بالنسبه لكابتن الفرقه يعني بيبقى فيه ليه ادوار كتير، يعني بيشد اللعيبه في الملعب، بيحاول لو لعيب مثلا حاسس ان هو لا مش موفق انا بشده لا مش مهم انت هتعوض في حاجه ثانيه. طبعا بس الحاجات دي كلها بتتلخص طبعا يعني بيبقى وانت بترفع الكاس. بس انا بتهيألي عشان تعرف تمارس المهام دي انجاز التعبير برضه محتاجه علاقه انسانيا ليها خصوصيه وليها وضع خاص بينك وبين بقيه الزملاء في الفريق، فبرضه بتهندل التفصيله دي ازاي؟ بتكون حريص ان انت يعني تقوي علاقتك بيهم على الصعيد الشخصي عشان ده هينفعك يعني ككابتن ليهم؟ بالظبط. هو ايا كان يعني ايا كان علاقتي الشخصيه واللعيبه كلنا طبعا احنا متربيين مع بعض من واحنا صغيرين، فاحنا يعني من واحنا صغيرين مع بعض، فاما كبرنا وكده لا خلاص ما انا مش محتاج حتى ابني علاقه مع واحد يبقى كويس معايا او ابقى كويس معاه، لا احنا خلاص احنا عارفين ان احنا بنعمل حاجه كلنا عشان خاطر في الاخر نكسب مش عشان خاطر حاجه ثانيه، لا احنا علاقتنا ببعض كويسه لان اهم حاجه اصلا في الفرق والفرقه دايما بتاعه البطوله اللي هي الفرقه اللي روحها كويسه في الملعب. بس فيعني الكابتن الفرقه علاقته بالفرقه دي بتبقى حاجه مهمه طبعا، بس هو احنا لو الفرقه لا يعني في لعيب جاي من بره النادي او كده بنحاول نشده، حتى يعني حتى لو هو مش متربي معانا بحاول انا لا انت يخليه اقرب واحد للفرقه كانه معانا من زمان. هو بالمناسبه كابتن مازن الاختيار كابتن الفريق يكون بناء على اساس هل عنصر السن اللي هو الاكبر سنا او الاقدم هو مش اكثر مش خبره عنصر السن هو عنصر الاقدميه يعني اقدم واحد فرقه اللي هو اللي بدا الفرق يعني اللي هو في ناس طبعا بتبقى مثلا ايه اكبر سنا بس جايه متاخر شويه. اوكي يعني هي الاقدميه هي المقياس. هو عنده 12 سنه لا انا يعني ممكن يكون اول ما بدات اول لما فرق النادي بدات فانا اول واحد متسجل مثلا في القايمه سنه 2000 بدانا مثلا 2007 2008 فانا اول واحد فانا خلاص ببقى كابتن الفرقه. هي اقدميه مش سن او خبره او حاجه لا. كابتن بودي ليك انت عارف اي رياضه في الدنيا بيبقى ليها دايما نجوم كده، وبقيه الرياضيين اللي بيمارسوا نفس الرياضه دي بيبصوا له كده على ان هو قدوه او ان هو ايقونه، فكره السله عبر التاريخ يعني سواء بنتكلم على المستوى المصري او على المستوى العالمي، كلمه العالمي ما اعرفش اوتوماتيك الواحد بيروح لكره السله الامريكيه تحديدا يعني، فمين النجوم المفضلين بالنسبه لك وبتحب تتفرج عليهم وعلى ماتشاتهم؟ جوه وبره. ماشي تمام. فهو جوه مصر طبعا بحكم يعني مركز انا كابتن ميكر يعني، فطبعا كابتن مودي الجناحي وطبعا كابتن رامي جنيدي وكابتن مهند الصباغ بجد يعني بلاي ميكرات يعني او لعيبه ما شاء الله نجوم كبيره جدا جدا في مصر يعني. طبعا في الام بي اللي هو الدوري الامريكي زي ما بتقول كده احسن طبعا دوري في العالم يعتبر، فطبعا لعيب اسمه ستيفن كيري ولعيب اسمه كايري ايرفينج دول اكتر برضو اثنين بحب اتفرج عليهم جدا يعني بصراحه. دول يعني اللي بيبقوا بالنسبه لي الايديال يعني، انا بحب اشوف نفسي ممكن ابقى زيهم في يوم من الايام ان شاء الله يعني. وانت بتتكلم كده انا افتكرت كابتن عمرو ابو الخير، وده طبعا يعني طبعًا من اهم البلاي ميكرز في تاريخ الرياضه دي في مصر طبعا. اكتر اثنين يعني ما شاء الله كابتن بكات في الجيل القديم طبعا اساطير ما حدش يقدر يتكلم عليهم، كابتن عمرو ابو الخير وكابتن سلعاوي طبعا ناس اساطير جدا طبعا. طب عايزين نعرف بقى يعني على الصعيد الشخصي والانساني بتدرسوا وخلصتوا وبتعملوا ايه حاليا؟ والله انا في بيزنس في جامعه 6 اكتوبر لسه في سنه ثانيه ان شاء الله بنحاول يعني نوفق ما بين التمارين والرياضه وكده يعني. هو في حاجه فيهم جايه على الثانيه؟ والله بحاول على قد ما اقدر ما اخليش حاجه جايه على الثانيه لان يعني الدراسه برده مهمه يعني يعني بتبقى يعني مش بحاول استغنى عن حاجه من الاثنين بس الاثنين ببقى ماشي في نفس الطريق يعني. هل بتلعبوا مثلا في دوري الجامعات ولا بيبقى بس طالما انت لاعب في النادي الاهلي؟ لا طبعا بنلعب برضو لو في دوري جامعات او الجامعه مثلا، انت عارف طبعا ان احنا واحد فينا بيلعب في النادي الاهلي فخلاص لا انت معانا في الدوري ولازم تشارك معانا، وطبعا بيبقى ليها درجات وكده بتبقى يعني حاجه مهمه يعني برضو في السي في بتاعك. اكيد. وكابتن بودي انا اول سنه حقوق انجلش عين شمس، طبعا هي معادله صعبه جدا حضرتك توفق ما بين الرياضه والدراسه، بس زي ما قلت يعني ما فيش حاجه ينفع تيجي على الثانيه عشان دي مهمه جدا ودي مهمه جدا برده طبعا. والنادي الاهلي مش نادي لمجرد الرياضه يعني، نادي بينافس على البطولات، نادي دايما متعود يبقى رقم واحد، فصعب جدا انك توفق، بس على قد ما نقدر ان شاء الله بنحاول نوفق على قد ما نقدر. وطبعا في الدوري
الجامعات طبعا بنشترك عشان دي بالنسبه لنا حاجات مهمه برضو جدا. احنا اصلا بنحب اللعبه في اي حته بنلعبها فمبسوطين جدا طبعا باللعبه. هي رياضه شيقه وممتعه جدا على فكره، مش بس اللي بيمارسوها، اللي زي حالاتي بيتابعوها بيتفرجوا عليها. رياضه من الرياضات الشيقه جدا وجميله. انا هستاذنكم ونطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا. فاصل ثم عوده. اتفضل. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا لكم عشان نكمل كلامنا مع كابتن بودي حسام وكابتن مازن ابو الفتوح لاعبي ونجمي الفريق الاول لكره السله في النادي الاهلي. وكنا وقفنا في الكلام عند انهي تفصيله؟ يعني مين ماسك العلم في جوه مصر وبره مصر. ايوه، بالمناسبه بقى طبعا. الى جانب تشجيعكم بطبيعه الحال للنادي الاهلي، انتوا اتنين من نجومه يعني، على الصعيد العالمي برضو هل في فرق معينه بتحبوا تتفرجوا على ماتشاتها؟ شايفين ان الفريق ده فيه كتير من عناصر التكامل ما بين اللاعبين اللي فيه؟ طبعا بالنسبه لي انا طبعا عشان الدوري الامريكي الان بي اي ده، فبالنسبه لي فرقه جولدن ستيت ووريرز فيها ستيفن كيري طبعا، وفيها لعيبه كتير جدا متكامله في كذا مركز، فدي اكتر فرقه بتخليني بحس ان يعني باسكت شكله ممتع، بتحس انك مبسوط انت بتتفرج عليهم وانك عايز تبقى لعيب من اللعيبه دي في يوم من الايام. يا اخي دوري المحترفين لكره السله في امريكا حاجه مبهره جدا جدا، حقيقي حاجه مبهره جدا. جدا يعني شيء ممتع. تفتكروا كان في زمان، مش عارف الكلام ده لسه موجود ولا لا، بس زمان على ايامنا يعني كان في فريق امريكي كان اسمه دريم تيم، هو مش بيلعب في الدوري خالص، هو فريق أيوة استعراضي. ايوه لسه موجود الفريق ده ولا خلاص؟ هو كانوا اجيال بيسلموا اجيال. ايوه صح. أيوة. دي حقيقه فعلا يعني لسه موجود. طب طالما لسه موجود بقى، ايه رايك ناخد الوالد على التليفون يا كابتن مازن؟ معانا الاستاذ ياسر. مساء الفل يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك كابتن ياسر، منورنا. ازاي حضرتك؟ النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. كله تمام يا فندم؟ هو بس انا اصحح معلومه لحضرتك، هو الفريق اسمه هارلم. فريق هارلم. هارلم. اوكي، بس كان 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 سلوجن بتاعه دريم تيم تقريبا. ده كان الشعار ولا حاجه ثانيه؟ لا دريم تيم، يعني دريم تيم ده كان منتخب امريكا وهو بيلعب في كاس العالم، سموه دريم تيم عشان على اساس ان هو جاب كل البروفيشنال المحترفين اللي لعبوا في الان بي اي. لا يبقى انا بتكلم على هارلم فعلا. على هارلم كان بيجي يقدموا عندهم، قدموا في مصر في وقت من الاوقات فقرات عربيه. مظبوط مظبوط. طيب كابتن ياسر، عايزين نعرف من حضرتك بقى يعني كابتن مازن اخباره ايه مع حضرتك في البيت وحجم التزامه سواء في الدراسه حياته الشخصيه، وبرده عايز اعرف من حضرتك فكره ان انت بتاهل بطل او ان انت بتنشئ بطل في رياضه من الرياضات ومش في اي نادي، احنا بنتكلم عن النادي الاهلي. بص حضرتك، هو يعني النادي يعني احنا كرياضيين بنحاول نوصل صوره معينه كده لاولادنا، ان احنا ازاي نحطهم على اول الطريق من اول ما يبتدي، ما ابتدينا رياضه معاه من صغره لغايه لما بدا لغايه 20 سنه لغايه لما وصل للدرجه الاولى مع الكابتن اشرف توفيق. في حاجات لازم نحطها ثوابت، ان احنا لازم ننام بدري، لازم ناكل كويس، لازم نحسن صحتنا، لازم يبقى عندنا هدف تارجت في حياتنا نوصل له. حاجات كتير قوي لازم نزرعها في البطل. احنا مشكله عندنا ان احنا معظم الاشخاص بيدوروا ان الولد يلعب رياضه بس، لا، طب انت بتدور بس عشان تلعب بتأدي بطل في البيت عندك، فلازم تبقى عندك مقومات توصلها له بطريقه ما ان هو يبقى في الاطار ده. طب وحضرتك بتحاول تزرع القيم دي في كابتن مازن، كان ماشي معاك بسلاسه ولا كان فيه مثلا بيحجر معاك احيانا؟ هي المشكله من الاب والابن، ان هو مثلا هو بقى شايف مثلا من وجهه نظره ان انا عامل لود عليه، فهو بالتالي ساعات يستقبل وساعات ما يستقبلش مني. طيب كابتن مازن، احنا معانا الوالد على التليفون، لو عايز تقول له اي حاجه فرصه برضه، هو معانا عايز يزود مصروف، عايز صلاحيات زياده، الوضع ده مش بيكرر كتير خلينا. هو كان كمان حتى السنه اللي فاتت هو كان ماسك الفرقه بتاعتنا، يعني كان دي كانت صدفه، يعني كان انا كنت معاه في الفرقه، بس كان معايا الجيل اكبر مني، كنا 2001 و2000. اوكي، وهو كان الوضع عامل ازاي في الفتره؟ كان طبعا بلعب بضغط كبير طبعا، ان يعني انا ما ينفعش حتى ماتش ما بقاش موفق، لا انا لازم ابقى كويس، لان يعني دي حاجه انا محطوط فيها من اول السنه، خلاص انا عارف طول السنه هلعب بمستوى واحد ومستواي يعلى ما ينزل ما ينزلش يعني. جميل كابتن ياسر، احنا بنصبح على حضرتك مره ثانيه وبشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، وبنهنيك على انجازات ونجاحات كابتن مازن ابن حضرتك، نورتنا. ربنا يخليك يا فندم، ومتشكر جدا لقناه النادي الاهلي دايما في الحدث ودايما موجوده معانا على طول. ربنا يخليك يا فندم، اهلا بحضرتك دايما، فرصه سعيده. اشكرك شكرا جزيلا.
كانت فرصه هي مش هتتكرر. مش عارف انا بتضيع الحاجات دي يعني. اتمنى يبقى انت حظك اظبط بقى. أحاول. ولا ايه رايك؟ احاول يعني. مين الناس اللي فعلا تحب توجه لهم كلمه شكر يا كابتن بودي؟ والله انا فعلا في ناس كتير جدا 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 لازم اشكرها مع حضرتك طبعا. طبعا اولهم عيلتي بلا استثناء حد فعلا، كلهم كانوا ورايا في ضهري طول حياتي من وانا صغير جدا. كابتن عصام رحيل طبعا هو عاملني باسكت وليه فضل كبير جدا عليا. كابتن حنفي هيكل، كابتن عبد الناصر، كابتن احمد المناع، كابتن ياسر غريب، طبعا كابتن احمد الجراحي ليه فضل كبير جدا، هو اللي طلعني من فتره الناشئين للدرجه الاولى. طبعا كابتن اسلام علي مدرب كبير جدا حاليا وماسكنا السنه دي برده، مدرب معايا بقاله 3 سنين تقريبا من الدرجه الاولى. وكابتن طارق خيري دلوقتي حاليا كابتن اشرف فيه من احسن المدربين في مصر دلوقتي. فيعني بجد اساطير كتير جدا، مش عايز بس انسى حد عشان ما يزعلش. لا بس انت لعيب اصيل على فكره، انت ما سبتش اسم غير لما شكرت صاحبه يعني. دول يعني بالنسبه لي اهم ناس، او يعني من عشان بس ما انساش اسم حد. هم فعلا كلهم كتير جدا وقفوا جنبي حتى لو بنصيحه، فهم اكيد يعني فضل كبير جدا. على ذكر كلمه اهم، اهم مباراه ما تتنسيش في مشوارك من اول ما ابتديت اللعبه لغايه ما احنا قاعدين مع بعض دلوقتي، سواء في مرحله الناشئين او بعد التصعيد للفريق الاول؟ هي اهم مباراه بالنسبه لي في مرحله الناشئين هي بطوله المرتبط، عشان البطوله كانت بقى لها فتره غايبه عن الناشئين والدرجه الاولى، عشان هي بطوله بتجمع بين نقط الناشئين والدرجه الاولى، فهي كانت غايبه عن الفتره دي. فاحنا الجيل بعد فتره كبيره من غيابها احنا الحمد لله قدرنا نكسب السنه كلها، ما خسرناش ولا ماتش، وخدنا البطوله دي الحمد لله كان مع كابتن احمد الجرحي. فطبعا كانت لنا فرحه كبيره قوي قوي. وطبعا اول بطوله خدتها مع الدرجه الاولى كانت برده بطوله المرتبط، كانت طبعا بالنسبه لي فرحه لا توصف، ان دي اول بطوله مع الدرجه الاولى طبعا، وكنت لسه عندي 18 سنه، فالبطوله كانت بالنسبه لي مهمه جدا يعني. انت قلت لي الوالد كان من ضمن الناس اللي كانوا داعمين جدا جدا جدا. اه طبعا فرصه برضو على الهواء مباشره توجه له الشكر. كابتن حسام صباح الفل على حضرتك، والد استاذ حسام والد كابتن بودي صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك، سعداء بوجود حضرتك معانا وسعداء بكابتن بودي اللي تم تصعيده يعني للفريق الاول لكره السله بالنادي الاهلي. وبرضه عايزين نعرف من حضرتك على الصعيد الشخصي والانساني بودي عامل ازاي؟ لا بودي والله الحمد لله رب العالمين، يعني من كرم ربنا هو انسان كويس هادي بيحب الرياضه ملتزم. كان في صعوبات معينه في جداً. يعني في مشواره حضرتك كنت لامسها او كان ليك دور في تذليل عقبات ما في مشواره؟ لقيت ان هو الراجل بيحب اللعبه دي، ودوري كدور اي اب اكون سبورت ليه او داعم للموقف ده. فطبعا اي اسره في مجال الرياضه ده هي عندها جانب المعاناه ده. لغايه ما الحمد لله رب العالمين دلوقتي يعني اعتقد وقف مبدئيا على رجليه وابتدى هو بقى يتحرك وبتاع. الحمد لله. جميل. الحمد لله رب العالمين. جميل، ربنا يفرحك بيه يا فندم وتشوف له انجازات ونجاحات كل يوم والتاني ان شاء الله. يا فندم بفضل الله سبحانه وتعالى. نورتنا. كل الناس داعمين للنادي واللعبه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا يا استاذ حسام، نورت الدنيا. اهلا بيك يا فندم. ميرسي جدا لحضرتك. طيب عشان الوقت ما يجريش مننا عايزين طبعا برضو نتكلم عن دور الجماهير النادي الاهلي، وخلوا يعني اسمحوا لي ده يكون اخر سؤال حتى في الفقره دي، كلمه تتوجهوا بيها لجماهير ومشاهدي وعشاق كره سله النادي الاهلي. كابتن مازن. والله يعني هو طبعا الجماهير عندنا في النادي دي اهم حاجه، احنا بنلعب اصلا وبنكسب وبنروح ونسافر وبنرجع عشان خاطر الجماهير بس تبقى مبسوطه، دي اهم حاجه يعني. احنا طبعا بنوجه لهم طبعا الشكر ان هم كانوا واقفين جنبنا في اغلب بطولاتنا، حتى دعمهم يعني دعمهم لينا مهم جدا وسبب كبير جدا من احنا نكسب اي بطوله، سواء في الفيرست تيم سواء في الناشئين او سواء في اي لعبه يعني في النادي. طبعا بوجه لهم اللي هو خليكم دايما جنبنا في ظهرنا، يعني مكسب او خساره هم كده كده يعني جماهير النادي الاهلي. التفصيله دي ما تقلقش منها، دي من اهم مميزات وخصائص جماهير النادي الاهلي في كل الرياضات. كابتن بودي سريعا. طبعا يعني بشكرهم جدا، هم احنا بنلعب عشان خاطرهم هم يعني. فطبعا زي كل سنه ان شاء الله زي ما بنوعدهم ان احنا مش فيش بطوله تخرج بره النادي، وان شاء الله كل سنه هنبقى دايما فرحين لهم دايما كده يا رب، ونبقى احسن واحسن يا رب ان شاء الله. للاسف الشديد الوقت معاكم طار، يا دوب الحق اشكركم شكرا جزيلا واتمنى لكم كل التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. كابتن بودي وكابتن مازن.